السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه النهارده؟ هعمل لكم حاجه بسيطه قوي، هعمل لكم الاندومي بس بالعجينه، هعملها بالبيض. عملت لكم العجينه بالميه قبل كده، وعشان العجينه تنجح معاكم العجينه تكون قاسيه، تكون ناشفه، ما تكونش طريه، تكون ناشفه في ايديكم. وبعد ما نقطعها حاجه من الاثنين، تسووها على البخار يا اما تنشفها في الفرن، بس انا من طريقتي نشفها في الفرن بتبقى الطف واحلى بكتير بكتير بكتير. ايه تاني؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا مع بعض. طبعا نوعيات الدقيق بتختلف على حسب السوائل اللي بتاخدها، سواء عيش، سواء كحك، سواء فطير، سواء قرص. نوعيه الدقيق بتختلف في السوائل، في دقيق بياخد سوائل كتير وفي دقيق لا. فانت لما تيجي تعملي حاجه بالدقيق عموما ما تحطيش السوائل كلها مره واحده. انا الدقيق بتاعنا بجيبه من الفرن بتاع العيش البلدي اللي عملت بيه عموما، تمام؟ لكن اي دقيق عادي بشتريه من الكيس السوبر ماركت، اللي هو الكيس الورق ده اللي مكتوب عليه 5 نقوم، يا اما بشتريه من العطار السايب. انا هعملها دلوقتي بالبيض، ودي طبعا تستوي طريقه زي ما هي، دي بتاع عجينه مكرونه عاديه جدا، بيعملوا منها النيوكي واللازانيا وحاجات كتيره جدا. بسم الله الرحمن الرحيم ونعجن العجينه دلوقتي ونشوف الطريقه هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير عندي دقيق اهو، وعندي رشه ملح، وعندي بيض. هاخد بيض على حسب العجينه ما تاخد معايا، تمام؟ ما بحطش ميه خالص. وعندي هنا التوابل، بس امبارح كنت جايبه التوابل من فوق عندي، واول امبارح برضو عندي كركم، ودي بهارات مشكله. البهارات المشكله اهم حاجه يكون فيها توم بودره وبصل بودره، عشان دول اللي بيدوا طعم الاندومي بتاع بره. وشويه كاري، تمام، وشويه فلفل وملح، تمام. ممكن نحط شويه بابريكا، بس للاسف ماما ما عندهاش. ادي دي كفايه كده، انا هستعمل احط حبه كمان، كفايه كده، مش هحط اكتر من كده. انا عدتها لكم امبارح الفيديو تاني، عملت لكم 4 و5، والنهارده الجمعه اهو كمان. رشه ملح، نقلبهم كده كويس قوي. ايه ده؟ اشرح. بسم الله كده بيضه. هنحطها الدقيق بالبركه، تقعدي تعجني لحد ما تبقى عجينه ناشفه في ايدك ومش ملزقه ومش مفروله. انا هقعد اعجن في دور كويس قوي، لو احتجت بيض تاني هحط كمان بيضه. ممكن انت تحطي ميه على بيض، بس انا عجنها كلها بالبيض بس النهارده، عشان هي عجينه المكرونه بتبقى بيض ودقيق بس. نديها شويه كركم بسيط كده اهو، عشان خاطر ايه تبقى مدينا اللون بتاع الاندومي الجاهزه اهو، تمام. نقلبه بقى كويس قوي كده اهو اهو. نقعد بقى نضيف بيض لو احتاجنا كده. هنحتاج كمان بيضه، هاتي بيضه يا ملك. بسم الله. في ايش وقعت اهي؟ مش مشكله، تمام. البيض زي ما قلت لكم على حسب كميه الدقيق، ممكن انتوا تحطوا كوبايه دقيق واحده تاخدوا لها بيضه، او ممكن بيضه وحته كمان اهو. لو حط العجينه انا همسفر ازاي، هنعجنها بقى كويس قوي. بسم الله. نعجنها بقى كويس، اهم حاجه زي ما تركوا العجينه تبقى ناشفه في ايديكم، متبقاش بتلزق ولا طريه. بصوا انا صفرة ازاي، زي بتاعه الاندومي اهي. كمان حطيت فيها حبه كركم، ظبطوا معانا اللون شويه اهي. الموضوع بتلزق ولا حاجة، اضيفوا حبة دقيق تاني. اهم حاجة ان هي ما تبقاش طرية، اهم حاجة ان هي ما تبقاش طرية. الاندومي ما بتحطش عليها نشا يا جماعة، بتحط نشا احنا مش عايزينها تقرمش. تقرمش ليه؟ دي مكرونة، ما تبقاش بتقرمش كده، بتلزق. بصوا كده بتلزق. نفتح كده، نديها رشة دقيق بسيط، ما نكترش اهو. اهي بصوا، دي تاني مرة عجنها لكم، امبارح واول امبارح عملتها لكم اهي. نقطعها بقى. بسم الله. اهي بصوا، نقسمها بقى. انا هقسمها على 3 كده، واحدة ودي كده واحدة ودي كده واحدة. هفرمها كده كويس قوي اهي.
نبتدي بقى ايه نقطع. بسم الله. بصوا بتلزق ازاي، اديها رش دي كده. ونفردها في المكنة. يلا نحطها بس كده الاول. بسم الله نفردها في المكنة. بسم الله. بصوا زي ما قلت لكم بتنزل متطبقه من العجينه من البتاع ازاي اهي. نفرد التانيين كمان نحطهم وراها على طول. انا هفرد كله وبعد كده اقطع كله مره واحده الحته معناها. من هنا بصوا بقى بتنزل مطبقه زي ما قلت لكم امبارح انها بتنزل مطبقه. لو حطيتوها تنشف على نفس الوضع ده، لو حطيتوها تنشف على نفس الوضع ده او عملتوها كده تطلع مطبقه من كل النواحي، مطبقه من هنا ومن كل النواحي. خلص كله بقى، اقطع ده كله بالمرة. بسم الله اهي. دي عشان طويلة زيادة مش مشكلة. ايه ده، في حاجة اتحصلت هنا، العجينة بس كانت مطبقة فتعبت. دي زيادة من الطرف هشيلها. دي زيادة. اخر حته اهي وخلاص اهي حبايبي، خلاص خلصنا كده. تمام، دي عادي ما بتنفضهاش، ما بقاش فيها دقيق كتير، ما بتخش عليها دقيقه. يلا بقى عشان ايه نسوي. الميه هي بتغلي. بسم الله شويه زيت قبل ما ناكل. بسم الله قبل ما نشرب. بسم الله احلى كلام اتعلمنا. ادي التوابل بتاعتي اهي، نحط حبه ملح اهي. بصوا الاندومي اهي طريه اهي. بسم الله هاتي على الحل. بسم الله بسم الله. نوطي النار عشان دي ما بتاخدش وقت على النار اصلا. بسم الله كفايه كده، مش هنقطع، كفايه كده بقى هاركينها على جنب. نجيب معلقه نقلب بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ايه رجع التليفون شويه ولا عشان تبان. ايه امبارح كنت حاطه فيها جزر وبقدونس، واول امبارح كنت حاطه فيها فراخ، النهارده ما فيهاش حاجه اهي.
مندوق كده. بسم الله بسم الله. عايزه حبه ملح بس. بسم الله بس كفايه عليها كده عشان ما تعجنش. ايه يا حبايبي؟ ايه نفس الطعم بالظبط، نفس اللون، نفس كل حاجه، مفيش فرق خالص خالص خالص. ان شاء الله تجربها وتعجبكم، واتمنى اكون بقدم لكم حاجه مفيده وتنفعكم. والناس اللي زعلت امبارح انا قفلت التعليقات، يا جماعه ما تزعلوش، بس انا شايفه كده افضل بالنسبه لي، يعني على الاقل الواحد يريح اعصابه شويه من قله الادب. يعني انتوا لو مكاني هتحسوا بالكلام اللي انا قلته، ماشي؟ فانا والله العظيم انا خاطركم على دماغي من فوق. اللي عايز يبعت لي حاجه او عايز يقول لي حاجه يكلمني على الانستجرام او على صفحه الفيسبوك. اشوفكم على خير يا جماعه، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وممكن لو ما عندكوش مكنه بتاعه المخروطه دي او المكرونه ممكن تقطعوه رفيع قوي بالسكينه. اشوفكم على خير.